خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة الحمد لله تمام، زيك تمام، أتعرف بيكي؟ سماح. أفندم سماح. سماح أهلا بيك سماح. سماح ممكن تعلي صوتك شوية بعد إذنك؟ كده تمام. آه تمام. سماح كم سنة؟ 21. مرتبطة؟ آه. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟ لا عاطفي. عاطفي، طب احكي لي تفضلي تحت أمرك. أنا كنت مخطوبة وسبت خطيبي. هو سابني من غير ما أعرف ليه، من غير أي حاجة. قعدتوا قد إيه مخطوبين؟ بحب. سنة ونص. سنة ونص، يعني بعد سنة ونص وخطوبة وحب وخلافه فجأة سابك؟ لا هو احنا كنا مرتبطين يعني، اتخطبنا على أساس إن هو بيحبني وعايزني. بعديها بفترة قصيرة جدا كام شهر عرفت، اكتشفت كده من تصرفاته إن هو مش بيحبني. ساعتها بقى أنا خلاص يعني كنت عايزة أشيل الموضوع من دماغي، حبيت واحد تاني. هو قال لي إن هو بيحبني وسبت خطيبي، خطيبي سابني سبب ما عرفوش. وحبيبي ده فضل معايا لحد دلوقتي، بس انا اكتشفت من قريب ان انا عندي ايدز. عندك ايدز؟ هو مش ايدز زي الكانسر كده، بس حاجه بسيطه. لا استني، عشان في فرق كبير جدا بين الايدز والكانسر. الايدز ده الاتش اي في ده مرض. لا. ورم بسيط. طيب يبقى ما نقولش ايدز، لان ايدز دي النهارده مشينه، مع ان النهارده ممكن تتنقل من دكتور سنان، ممكن تتنقل من دكتور اي حاجه، من كوافير بيعمل باديكير ومانيكير، ممكن يتنقل من اي حاجه. انما اللي انت اكتشفتي ان انت عندك كانسر. كانسر فين؟ في الثدي. وحاجه بسيطه. بص هو انا حاجه بسيطه يعني، انا عملت تحاليل وحاجات وقال لي حاجه بسيطه، بس انا مش عايزه اروح لدكتور، مش عايزه اعمل اي حاجه خالص. يعني انت عملتي تحاليل وخدتي عينه اللي بيسموها البيوبسي وقالوا لك ان في كانسر واشاعه، وعرفوا ان في فعلا كانسر. طيب. انا ما مش عايزه اروح ومش عايزه اعمل حاجه. خطيبي يعني حبيبي ده بقى سابني وبيقول لي انا مش مصدق ان انت تعبانه او انت فيكي حاجه. طيب بص يا بنت الناس، واحده واحده عليا بس عشان افهمك. انت عرفتي منين ان انت عندك سرطان في الثدي؟ انا كنت تعبانه تعب عادي، رحت اكتشفت الدكتور قال لي ده انا مشتبه في حاجه زي دي ولازم تعملي تحاليل اشعاعي. كنت تعبانه ازاي؟ حاسه بايه يعني؟ حاسه مثلا وجع عادي، بوجع في صدرك؟ انا لحد اه عمل لك الدكتور اشعه اسمها ماموجرام، واكتشف بالإشاعة مش كده؟ أيوه. طيب هو قال لي أنا شاكك بس لازم هنتأكد وكده، وهي لو في حاجة هتعمل حاجة بسيطة يعني هنشيل الورم، بس العملية ما بتنجحش قوي. هنشيل الورم يعني، بس العملية مش بتنجح. بص يا بنت الناس، الاكتشاف المبكر لعمليات سرطان الثدي بيبقى بيعلي نسبة معدلات الشفاء من المرض ده تماما بنسبة كبيرة جدا المبكر. ولما تكون حاجه صغيره زي ما انت بتقولي كده، حاجه صغيره جدا، حلو جدا، بيبقى بتتعمل حاجه، بتتعمل عمليه على حسب حجم الورم، الدكتور هو اللي بيحدد اذا كان بياخد حاجه اسمها بايوبسي او عينه، والعينه دي بتتحلل، وبعد ما تتحلل يحدد نوع وشده الورم وطريقه العلاج. وممكن تكون الورم ده ورم ليفي او ورم خفيف صغير. هو ورم ليفي يبقى مش كانسر. بص يا بنت الناس، ممكن يكون حاجة اسمها سيست، تجمع مائي، ممكن يكون ورم ليفي، ممكن يكون يعني ورم حميد. الدكتور بتاع التحاليل والإشعة والحاجات دي قال لي ده ورم ليفي، أنا ما روحتش للدكتور تاني، أنا عملت الحاجات دي وخايفة أروح. لا يا بنت الناس ما تخافيش، لأن بصي ربنا سبحانه وتعالى لما بيكشف لك قدامك حاجة عشان تشوفيها وتعرفيها بيبقى كشفها لك عشان تعالجيها. طالما حاجة زي كده ظهرت يبقى اتبعي وتعالجي وتروح لدكتور متخصص يقول لك ايه ده بالظبط. العمليه من ابسط ما يمكن وصغيره جدا، طالما انت بتقولي حاجه صغيره، وما تخافيش، ما
ما إذا كان في ممثلات وفنانات وفنانين وستات عاديين وستات كبار وستات صغيرين بيروحوا يكبروا ويصغروا ويعملوا، أنت هتخافي من شيل حباية قد الترمسة؟ لأ خالص. المهم إنها تتشال علشان ما يكون لهاش آثار بعد كده سيئة. والمهم إنك تروحي الدكتور كويس متخصص، مش أي جراح وخلاص، دكتور أورام يبص عليها ويقول لك فيها إيه. خلصنا من القصة دي. الحمد لله ما عندناش ايدز، لان كلمة ايدز دي مخيفة جدا اللي انت قلتيها، ولو كنت قلتي لأي حد حتى لو هيتجوزك الصبح انا عندي ايدز كان جري. انا اتلخبطت في الكلام. فيري جود. ما عندكيش كانسر الحمد لله على حد كلامك، ان هو ده ورم حميد وده وضع طبيعي. كل الناس عندها اورام في حتة كتيرة في جسمها، اوكي، ده وضع طبيعي بتحصل لناس كتير. طيب هو سابك ومشي ليه؟ بينا خلافات، حاجات بسيطة. هو سامعني دلوقتي، هو في الجيش. هو خلافاتنا بسيطة قوي، بس ان انا سابك عشان قلتيله ان انا تعبانة؟ لا، هو كان معايا وان انا ما رضيتش ان انا اروح لدكتور، او قال لي لازم تروحي وانا مش هكلمك لحد ما تروحي لدكتور وتعرفي ايه اللي حصل. يعني هو مقموص شوية بس. بس دلوقتي يعني بيقول لي لا انا مش مصدق ان انت عندك كده، انا حاسس ان ده موضوع انت بتقوليه وخلاص. يعني انت قلتي له كده علشان يسيبك؟ قلتي له سيبني عشان طلعت عيانة؟ بس انا ما قلتلوش سيبني. انا لحد دلوقتي انا عمري ما هقدر ان انا ابعد عنه، وهو عارف بجد ان انا بحبه. بس ان هو يقول لي كده، او ان هو يقول لي انا مش مصدقك. طيب انت كدبتي عليه قبل كده في حاجه وده تاني موقف يحصل؟ لا خالص، عمري ما كدبت عليه. طيب بصي يا بنت الناس، الوحيد اللي مش بعرف اكدب عليه. طيب بصي بقى، بما ان هو سامعني وانت سامعاني وانتوا الاثنين سامعيني، الحب الكويس الطاهر النظيف المحترم اللي فيه امل ما نفرطش فيه ونبيعه في ثانيه. العلاقة الكويسة المثمرة اللي احنا شايفين ان احنا ممكن ننجحها وتبقى شيء كويس في الحياة قدام ما نفرطش فيها، ده ليكوا انتوا الاثنين. اللي عندك ده قد يكون شيء بسيط جدا لا يستحق كل الرعب والخوف اللي انت فيه ده، لان لو حتى ايفن طلع ورم سرطاني بصغير جدا وحاجة كده ممكن تتشال، اكيد في بدل اسلوب العلاج اساليب علاج، لان العلم اتطور، عمليات جراحية وفي جلسات كيماوي وفي حاجات وفي ناس بتشفى وتعدي من الامور دي تماما، وممكن يطلع زي ما قلتلك ورم حميد، ممكن يطلع سيست، ممكن يطلع اي حاجة غلط، لان كمان الدكتور بيبص في الورم بيشوف اذا كان حتى في الاشعة اذا كان الورم ده بيبان مبدئيا كده وحش ولا حلو. بس برضو نتابع مع الدكتور لان دي حياتك، ارجوكوا تابعوا وتقاريرك حتى يشوفها هو علشان تبقى الامور واضحة، لان انا لما برتبط بواحدة وببقى خايف عليها ابقى عايز ابقى مطمن عليها، ما تبقاش الدنيا سايحة كده. وما تفرطوش في الحب بسهولة، الحب ده شيء ثمين جدا وغالي جدا، لما بنلاقيه ما بنرميهوش ولا نضيعه بالساهل، لان احنا مش هنلاقي زيه تاني.